بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خالد الفهد من قناة البتاوي نت. في هذه الحلقة أخوي راح نستعرض مع بعض خطأ تبديل أو تغيير أو الإيميل أو رقم الهاتف في تويتر. كيف يعني يتم الحصول على خطأ بالنسبة لتبديل أو تغيير الإيميل في تويتر؟ طبعا أنا شرحت هذا الشيء، راح تجدون رابط الفيديو اللي شرحت فيه تغيير ايميل تويتر او حساب تويتر اسفل هذا الفيديو في اول تعليق مثبت. طيب اليوم كيف راح نحل هذه المشكلة عندما نقوم بتغيير او نريد تغيير ايميل تويتر او نقوم بوضع رقم هاتف في تويتر حتى يكون حساب عندنا يعني فعال ويكون الحساب شغال ولا يقوم تويتر بإغلاق حسابنا على تويتر. طيب إخوان، نقوم بفتح تطبيق تويتر. بعد ما إخوان نضغط على الصورة الشخصية هنا مثل ما نلاحظ، بعد إخوان ننزل تحت هنا الإعدادات والدعم نضغط عليها، بعدها نضغط على الإعدادات والخصوصية كما نلاحظ هنا، بعدها نضغط على حسابك أو حساب هنا حسابك نضغط عليه، بعدها نضغط على إخواني على معلومات الحساب هنا كما نلاحظ هنا. سيأتيك هنا اسم المستخدم وهنا الهاتف أو رقم الهاتف وهنا البريد الإلكتروني. طيب عندما نقوم احنا ب يعني تغيير رقم الهاتف، اذا كان بدك تغير رقم الهاتف او تخلي رقم هاتف على تويتر، هنا اخواني في عندك مشكلة في بعض العالم او الاجهزة فيها مشكلة بسيطة جدا. طيب راح نروح ونحل هذه المشكلة من اساسها. طيب اول شيء اخواني، عندما تضع رقم هاتف في حسابك على تويتر سيصلك كود، هذا الكود لا يصل الى هاتفك. لماذا؟ لانه انت لم تقم ببعض الاعدادات التي يمكن ان تقوم بها حتى يصلك هذا الكود. طيب روح اخواني هنا على الرسائل، هذا شيء مهم جدا خاصة الاجهزة الجديدة او الاجهزة التي لم تقوم انت شخصيا باستقبال عليها اي كود من خارج يعني من المواقع. طيب روح نضغط على ثلاثة زرار هنا اخواني بهذا الشكل، روح الضبط، روح اخواني على رسائل النصية هنا نضغط عليها، هنا اخواني يقول لك هنا تقرير التوصيل نضغط هنا، نعلم هنا علامة صح مثل ما لاحظ هنا. طيب نرجع للوراء كذلك، روح اخواني هنا على المراسلات مثلا هنا الرسائل والوسائط، هنا اخواني التقرير التوصيل نضغط صح، وهنا التقرير بقراءة نضغط صح هنا اخواني، وهنا استعادة تلقائية نضغط صح كذلك الامر بهذا الشكل، وضع عليها كلها علامة صح علامة صح. تمام اخواني تمام. نرجع الى الوراء كذلك الامر، اذا في عندنا هنا اخواني مراسلة ذو أولوية نضغط أخواني كذلك علامة صح إذا كانت موجودة عندك في هاتفك مثل ما نلاحظ هنا. هنا نحن فعلنا أو جهزنا مثل ما حكينا الرسائل حتى نستقبل عليها الكود الخاص بالموقع. طيب هذا أول شيء، نحن حلينا هذه المشكلة من خلال رقم الهاتف. طيب البريد الإلكتروني أو الإيميل، إذا كنا نريد نغير الإيميل روح على الايميل مثل ما تلاحظون هنا اخواني الايميل، اذا رحنا نغير الايميل نضغط على الايميل بهذا الشكل، يطلب منه هنا التويتر ادخال كلمة مرور، ندخل له كلمة مرور التويتر الاساسية. طيب عندما نقوم بتغيير الايميل يعطينا كذلك خطأ او لا يتم تغيير الايميل، ويعطينا اشارة خضراء بانه الايميل هذا هو موجود وفعال. نحل هذه المشكلة كذلك، نخرج الآن من تويتر نهائيا، نخرج من تويتر اخواني، نخرج من تطبيق تويتر، نروح على الاعدادات حتى نقوم بتغيير ايميل تويتر. نروح على الاعدادات، نسحب اخواني الى الاعلى مثل ما تلاحظون هنا اخواني، نسحب الى الاعلى، نروح على الحسابات نضغط على الحسابات،
انتبه اخواني، نضغط على الحسابات، بعدها راح نضغط على جوجل هنا مثل ما تلاحظون هنا، نضغط على جوجل، بعدها راح تأتينا الإيميلات اللي موجودة على حسابنا في هذا الجهاز. يجب أن يكون الإيميل الذي تريد تغييره أو وضعه على حسابك على تويتر أن يكون عليه علامتين مثل ما تلاحظ هنا خضراء هنا، يعني فعال الإيميل. إذا كان الإيميل ليس فعال ستجد هنا إخواني علامة خطأ، يجب أن تقوم يعني الضغط على الإيميل مثل ما لاحظ هنا إخواني بهذا الشكل، وتضع هنا علامة خضراء، علامة خضراء مثل ما لاحظ هنا إخواني بهذا الشكل، حتى يمكنك استقبال الرسائل النصية على الإيميل، ويصلك كود أيضا لتغيير الإيميل على إيميلك الجديد الذي تريد وضعه بدل الإيميل القديم. نضغط هنا إخواني على 3 نقاط مثل ما لاحظ هنا، يقول لك هنا مزامنة، نضغط على مزامنة مثل ما لاحظ هنا بدأ إخواني يتزامن الإيميل على الإنترنت بهذا الشكل، ويكون الإيميل فعال جدا. تتركه حتى ينتهي من كل هذه إخواني، ثم لاحظ هنا بعد يعني ثواني يقول لك هنا مزامنة الجيميل، هنا إخواني مزامنة الجيميل يجب أن يكون عليها علامة خضراء مثل ما تلاحظ هنا بهذا الشكل، ويكون عندك الإيميل فعال مثل ما لاحظ بهذه الطريقة. إذا كان عندك الإيميل ليس فعالا فتقوم بالضغط على 3 نقاط هنا وتعطي مزامنة مثل ما لاحظ هنا إخواني. هنا إخواني يتم يعني مزامنة الإيميل مثل ما لاحظ هنا إخواني بهذا الشكل، علامة خضراء، علامة خضراء هنا مثل ما لاحظ هنا إخواني، تضع عليها كلها علامة خضراء حتى الإيميل يستقبل أو يتم استقبال الكود الخاص بالإيميل حتى تقوم بتغييره على تويتر. عندما تقوم وضع إيميلك على تويتر سيطلب كود، سيرسل لك كود على الايميل. اذا كان الكود او الايميل ليس فعال على جهازك ومتصل بالانترنت لن تستطيع استقبال كود حتى تقوم بتغيير ايميلك على تويتر. هذا كان كل شيء اخواني بهذه الحلقة. اي استفسار اي سؤال اتركوا لي تحت التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.